الدجاجة زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتيه، وبين قشر البرتقال. يعني في هذول المسميين يمكن كثير الناس بتتداولهم، بس في ناس ما بتعرف إيش الفرق بيناتهم. إيش الفرق بيناتهم؟ هلا ايش البرتقال؟ هاي قصه ثانيه، وعاده مش من المواضيع اللي بتقابل العروس نفسها. هاي ايش البرتقال عاده، خصوصا لما الجلد مع التورم، مع لما غالبا بتبقى اكثر شيء في التورم انه بتكون مبين الجلد نفسه منفوخ، واللي هي فتحات الشعر او المسام بتكون مبينه كانها نغزات بالجلد، فبتبقى مثل جلد البرتقاله. جلد الدجاج هذه ممكن تطلع، غالبا بتبقى في طبيعه الجسم مثل براثة من غير اي شيء، انه بتلاقي الجلد نفسه مثل ما قلنا في خشونه، اللي هي بتبقى شويه زياده في تكون الجلد في بعض المناطق، فبتبين هاي الاماكن نقط خشونه في الجلد نفسه. زي ما قلت لك اكثر مكان بتبين فيه عاده الايدين، احيانا كثيره بتكون بالافخاد، احيانا في اماكن ثانيه من الجسم عند الارداف، في اماكن هيك الجسم يعني ايش بتكون اسبابها دكتوره؟ يعني هل اسبابها وراثيه او طبيعه الجلد، او يمكن استخدمت مستحضر يمكن ما ناسبها وسبب لها هذه المشكله؟ لا، هي بتكون طبيعه غالبا، يعني الاغلبيه من غير اي شيء، بس طبيعه الجلد انه بتكون فيه هيك من غير اي شيء تعمله يعني. طيب.